دلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وأبرزها الإعلان عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية من النهاردة وأول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك عشان توفر اللحوم وكل المنتجات بأسعار مخفضة بتوصل ل 25%. كمان النهاردة لجنة طوارئ كورونا في الأمم المتحدة هتعمل مؤتمر مهم عن زيادة الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التموين قررت فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية النهاردة وأول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك، واللي بتوفر اللحوم وكافة المنتجات بأسعار مخفضة من 20% ل 25%. الوزارة قالت إنه تم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 115 جنيه للكيلو، وطرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيه، واللحوم الضاني المبردة بسعر 135 جنيه للكيلو، والخراف الحية بسعر 90 جنيه للكيلو القائم. النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة في المساجد عن الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، وده بالتزامن مع حلول يوم عرفة، وهو من الأيام اللي فيها الكثير من الخير واللي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم باغتنامها بالدعاء وغيره من الأعمال الصالحة. النهاردة كمان هيتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ بشأن جائحة كوفيد-19 والتابعة للأمم المتحدة، واللجنة هتصدر بيان مع توصية لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بعد زيادة أعداد إصابات كورونا.